السلام عليكم، متصبعيني كداري؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، كيراكم؟ مزيانين، نتمنىكم كاع تكونوا بخير وعلى خير فين ما كنتو نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معي فيديو جديد. فيديو ديال اليوم جيت بغيت نشارك معكم واحد الشوربه بجنيحه ديال الدجاج. كيف كتشوفوا معاي، المهم غندوز معكم المقادير شنو غنحتاج فيهم. عندي واحد تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون، عندي هنا واحد البصله كبيره اللي حكاها، عندي هنا قزبر ومعندلوس كيف شفتو مقطع، عندي هنا تقريبا واحد 3 ديال الحبات او 4 ديال الحبات مصوصتين ديال المطيشه اللي حكيتهم، عندي هنا جنيحات، وعندي هاد العنيقات ديال الدجاج. المهم راه منقي كيف كتشوفوا معي، خاسلهم نقياهم. المهم هنا بالنسبه للتوابل شنو غنحتاج فيهم، عندي هنا فلفله حمراء او تحميره، عندي سكينجبير ملحه والابزار والقليل من الخرقوم كيف شفتوا. المهم غندوز معكم دابا خواتاتي لطريقه التحضير ديال هاد الشوربه. عندي هنا واحد الكوكوط ولا مهم طنجره اللي كان عندكم فين غادي طيبوا، غادي نوضع فيها داك الحبه ديال البصله، بصله كبيره اللي حكاها، مباشره غادي نزيد عليها الطماطم ديالي حتى هما حكاهم بنفس الطريقه في الحكاكه. غادي نوضع الربيع اللي عندي، من بعد الربيع غادي نجيب جنيحه ديالي مع الاخر ديال الدجاج. يمكن لكم تستعملوا الكميه اللي بغيتوا، ولا يمكن لكم تستغناو على الجنيحه ديروا صدر ديال الدجاج مقطع، ولا المهم اللي بغيتوا خواتاتي. الصراحه كيجي غزالين بهذه الطريقه. ومهم من بعد ما وضعت الاجنحه وضعت لهم التوابل، جميع التوابل اللي ذكرت معاكم مع داك المعلقات اللي عندي ديال الزيت، وضعتهم على النار. المهم يتسقلا ولا يتشحروا كي شفتوا. المهم غادي نخليهم حتى تشرب من هاد المرق ديال المطيشه، غير مطيشه راه كطلق المرق ديالها هي. قلت لكم خواتاتي غادي نخليها حتى تشرب، راه ما كنوضع لا ما لا حتى شي حاجه. غادي ندوزو دابا مباشره نشارك معكم الشوربه ديال اللي غادي نوضع. عندي هنا زلافه اللي عامره مزيان من الشوربه، غادي تستعملوا على حسب الافراد اللي عندكم. عندي هنا واحد الطاس ديال الحك صغير ديال 40، وعندي واحد الضامتي كي شفتوا. المهم هنا من بعد ما تقلات لي الكوكوت ديالي، نتوما كيف كتشوفوا اخواتاتي راه مقليه. هنا عندي واحد المعلقه ديال مطيشه ديال الحك، معلقه كبيره تقريبا داك الطاس كله يعني كديروه. غادي نوضعها مباشره نتوما كيف كتشوفوا معايا. صافي خواتاتي غادي نحرك مزيان يعني هاد المطيشه مع التوابل اللي عندي، المهم في الكوكوط ديالي مع الاجنحه، غادي نحرك مزيان. المهم خواتاتي اللي كيشوف هاد القناه اول مره يشترك فيها ويشغل الجرس باش يبقى يتوصل بكل جديد كنلوحو. ما تنساونيش بواحد البصيمه على الفيديو ولي بارطاج مع الاهل والاصدقاء الى عجبكم الفيديو، وخليو لي الاراء ديالكم في كومونتير. المهم كي شفتوا معايا خواتاتي صافي، من بعد ما تقلات عندي واحد البقراش يعني فيه الماء سخون صافي، وكان نقدر الكوكوط ديالي كندير واحد القياس ديال الماء فين غادي تكفيني باش نطيب داك الشوربه، يعني ما غاديش نزيد الماء. صافي دابا من بعد ما قفلت عليها وخليتها تصفر فقط واحد 2 دقائق حتى 3 دقائق، ما كتاخذش وقت طويل في التصفار. عندي هنا الشوربه اللي سبق لي وذكرت معاكم غسلتها، يعني من داك اللي كطلق الغبره يعني ضروري تغسلوا الحاجه. صافي وغادي نوضعها مباشره في الكوكوط، وغادي نحرك من بعد ما وضعتها باش ما يعني تحبب ما تلصق الوحده الوحده. صافي غادي نحركها كيف كتشوفوا معي، وغادي نخليها طيب على خاطرها. الصراحه راه في الساعه كطيب ما كتاخذش وقت طويل، خصوصا هذا النوع هذا ديال الشوربه في الساعه كتوجد. وانتم تشوفوا الشوربه ديالي تقريبا راها طايبه واجده تقريبا، انتم كيف كتشوفوا معايا خواتاتي تبارك الله كتجي رائعه بهذه الطريقه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها بهذه الطريقه وتردوا عليا. المهم دابا عفوا خواتاتي غادي نوضع داك ضامتي اللي ذكرت معاكم ديال الكنور، غادي نوضعها في الاخير حتى طيب لكم الشوربه. هانتوما كيف كتشوفوا كتجي ما شاء الله كتشهي الصراحه،
كتجي غزاله كي قلت لكم خواتاتي، كنتمنى انكم تجربوها. ودابا غادي ندوزو باش غادي نديرها في الصحن ديال التقديم. دابا من بعد ما درناها في الصحن ديال التقديم، هانتوما كيف كتشوفوا كيف كتجي. صراحه كتجي هائله، كتجي غزاله، مذاق رائع. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا. المهم خواتاتي ما تنساوش لي بارطاجي الا عجبكم الفيديو، خليو لي واحد البصيمه على الفيديو والاراء ديالكم في كومونتير. ودابا غنقول لكم السلام عليكم، انتظروني فيديو جديد وفي وصفه جديده ان شاء الله كيف العاده. باي باي عليكم.